إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود مدها يداك مدها يداك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيماء عادل من تيم علوم بشكل جديد. اتكلمت معاكم المرات اللي فاتت عن مقدمة في الميكروبيولوجي وازاي العلماء اتعرفوا على وجود الميكروبس وشفنا تجارب العلماء، وبعد كده اتكلمت معاكم عن الكلاسيفيكيشن اوف مايكرو اورجانيزمز وعرفنا انها اتقسمت لبروكاريوت وايوكاريوت. بعد كده خدنا نبذة سريعة عن البكتيريا، فانجاي، الجي، الفيروسز والبروتوزوا. ان شاء الله هبدأ معاكم النهاردة كورس المايكولوجي، هبدأ معاكم كورس الفطريات. اول حاجة طبعا لازم نعرفها هو يعني ايه مايكولوجي. بسهولة جدا المايكولوجي هي study of mushroom، هو علم دراسة المشروم، تمام؟ طيب كلمة فانجاي دي عرفنا انها فطريات، طيب هي بتوصف ايه في الفطريات؟ يعني امتى اقول على الكائن ده ان هو فطر؟ لازم يكون nucleated يعني ذوات انوية، عنده نواة، ويكون spore bearing يعني حامل للجراثيم. وان شاء الله هنعرف قدام شوية ان الجراثيم دي بتكون طريقة من طرق التكاثر عند الكائن، يعني هي حاجة مهمة جدا، تمام. اكلوروفيلس يعني هو الكائن ده او الفطر ما يكونش عنده كلوروفيل، لان الكلوروفيل زي ما احنا عارفين طالما هو موجود في كائن معين معنى كده ان الكائن ده بيكون ذاتي التغذية. هنا بقى الفطريات من صفاتها ان هي ما عندهاش كلوروفيل، وبالتالي الفطريات غير ذاتية التغذية. النقطة دي مهمة نركز عليها. reproduce sexually and asexually يعني الريبرودكشن بتاعها او التكاثر بتاعتها بيكون بطريقتين، يا اما جنسي او تكاثر لا جنسي. بيكون فيلامنتوس، بيكون في شكل خيوط او فيلامنت، يكون branched somatic structure surrounded by cell wall containing cellulose or chitin or both. يعني السوماتيك ستراكشر بتاعه او الشكل بتاع الفطر، السيل وول اللي بيغطيه اللي بيكون محاط بيه بيتكون من سيلولوز او كايتين او الاثنين مع بعض، ودي ليها كلاسيفيكيشن قدام شويه باذن الله نتعرف عليه. دلوقتي بقى هتكلم معاكم عن الجنرال كاركتر بتاعه الفطريات عامه، وان شاء الله قدام شوية لما هدرس معاكم او هتكلم معاكم عن كل فاميلي في الفطريات، لما ناخد الكلاسيفيكيشن هاجي اتكلم عن كل فاميلي، هناخد كل كاركتر من دي وندرسها لكل فاميلي. الجنرال كاركتر زي النيوتريشن التغذية، الجروث طريقة النمو بتاعته وايه اللي بيحتاجه علشان ينمو، السوماتيك ستراكشر الجسم بتاع الفطر نفسه او الشكل الخارجي بتاعه عامل ازاي والتركيب بتاعه، الكيميكال كومبوزيشن هنشوف السيل وول بتاعي بيتكون من ايه زي ما انا لسه قايله من شويه، المايسيليوم اند واي اوف نورشمنت، مايسيليوم دي هنعرف معناها ايه شويه كده، وهنعرف الطرق اللي بيحصل من يعني الطرق اللي من خلالها الكائن بيحصل على غذائه، الاورجانيزد فانجل تيشو بنسميها بليكتين كايمه، كمان دي هنعرف هي ايه، ممكن تكون مصطلح جديد بالنسبه للبعض بس يعني شويه كده هنعرف معناها ايه. هناخد برضو الريبرودكشن سواء سيكشوالي او اسيكشوال، هناخد الاثنين باذن الله. اول حاجه هتكلم عنها هي النيوتريشن. انا من شويه قلت ان الفطريات ما عندهاش كلوروفيل، لذلك هي بتعتمد في غذائها على كائنات تانية، لان طبعا الكلوروفيل لسه قايله ان هو مهم في عمليه البناء الضوئي وان الكائن يقدر يصنع غذائه. طيب دلوقتي مفيش كلوروفيل، يبقى الكائن هيلجأ لحلول بديلة. طيب ايه هي الحاجات اللي الكائن هيلجأ لها دي؟ عندي ثلاث طرق الكائن هيلجأ لها، هيلجأ لواحدة منهم، يا اما يكون بارازايت او يكون سابروبس او بنسميها سابروفايت او سيمبيوتيك اسوسيشن اللي هي العلاقة التكافلية. طيب البارازايت دي معناها ان الكائن يكون متطفل، الكائن متطفل او الفطر بتاعي بيتطفل على كائنات حية، لازم نركز على الكلمة دي جدا، living organisms living، تمام.
الليفينج اورجانيزمز اللي الكائن بيتطفل عليها، ممكن التطفل ده يكون اوبليجيت او فاكالتيتيف، يعني ممكن يكون اجباري او اختياري. لو هو اوبليجيت يبقى لازم الكائن ده يتغذى على كائن حي بس، مش هينفع ان هو يتغذى على كائن ميت، تمام؟ انما لو فاكالتيتيف يبقى يا اما هيتغذى على كائن حي او هيعمل انفكشن لكائن ميت. مش هيعمل له انفكشن بقى لانه اصلا كائن ميت، لا هو هيتغذى على كائن ميت، عنده حرية الاختيار. لذلك بنسمي الفاكالتيتيف سيلكتيف اختياري، وبنسمي الاوبليجيت سبيسيفيك، يعني هو ليه تخصصية، تمام؟ تاني حاجة السبروبس او بنسميها السبروفايت برضو، دي معناها ان الكائن او الفطر بيتغذى على كائن ميت او ديد اورجانيك ماتر، تمام؟ وده برضو بيكون اوبليجيت او فاكالتيتيف. اللي بيفرق ده عن ده ان البارازايت بيكون ليفينج اورجانيزمز، لكن السبروبس بيتغذى على ديد اورجانيك ماتر. هنا الاوبليجيت يعني لو فكرنا شوية كده هنلاقي ان الاوبليجيت هنا هيبقى لازم الكائن هيتغذى على حاجات ميتة، اجباري ان هو يتغذى على كائن ميت. لكن الفاكالتيتيف هنلاقي ان هو ليه حرية الاختيار ان هو يتغذى على كائن حي او يتغذى على كائن ميت. في حالة بقى السبروب اللي هي الفاكولتيتيف، في الحالة دي الكائن بيسبب مرض، تمام؟ لأن هو أصلا لو هو أوبليجيت يبقى يتغذى على كائن ميت، فالكائن الميت مش هيتأذى، مش هيحصل له أي ضرر. لكن لو السبروب ده أو السبروفايت اتغذى على كائن حي في حالة الفاكولتيتيف، هنا هيعمل له انفكشن وهيسبب له مرض، تمام؟ تالت طريقة معانا اللي هي السيمبيوتيك أسوسيشن، بنسميها علاقة تكافلية أو تبادل منفعة. تبادل منفعة بين الفطر بتاعي وبين كائن تاني، تمام؟ زي العلاقة بين الفانجل هايفي وبين البلانت روت، العلاقة بينهم بنسميها مايكورايز. الفطر بتاعي بيستفيد وكمان البلانت روت بتستفيد كمان. هنعرف بإذن الله المثال ده قدام شوية مع الفطر اللي بيعمله. العلاقة بنسميها مايكورايز، تمام؟ بعد كده بقى في حاجة مهمة الأول عايزة أقولها، الهوست بتاعي أو العائل ممكن أديله تعريف إيه؟ العائل أو الهوست ده الكائن الحي اللي بيحصل له انفكشن عن طريق البارازايت. يعني البارازايت لما يجي يعمل انفكشن على كائن حي، الكائن الحي ده بنسميه هوست، تمام؟ تاني كاركتر معانا بقى اللي هي الجروث، يعني الفطر بيحصل له نمو إزاي؟ الفطر بيحصل له نمو ازاي؟ يعني ايه الحاجات اللي لو وفرتها للفطر هيحصل له نمو ويكبر ويزيد ويملالي الدنيا كده؟ طبعا احنا كبشر تفتكروا هيحصل لنا ايه لو كل يوم بنتغذى على نوع واحد بس من الاكل؟ اكيد النوع ده مش هيكون فيه كل الفوائد اللي الجسم محتاجها، لذلك لازم ايه؟ لازم ننوع. ممكن مثلا ناكل نوع معين من الاكل يكون فيه فيتامين، تمام، ده كويس جدا، بس ممكن ما يكونش بيحتوي على بروتين. طب كده انا هحتاج، الجسم بتاعي محتاج بروتين، لذلك هلجأ لنوع تاني من الطعام. كذلك الفطر بقى في اكتر من حاجة لازم احطها في الميديا اللي انا هنمي فيها الفطر بتاعي. من الحاجات دي اول حاجة اساسية عندي اللي هي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات بيكون في منها مونو وداي بولي سكرايت احادية، سكريات احادية وثنائية وعديدة السكريات. والجلوكوز هو افضل مصدر للكربون لانه هو سهل جدا امتصاصه وهو سيمبل شوجر، يعني مش هيح... الكائن مش هي... مش هيضطر ان هو يفرز اي انزيم علشان الكائن يقدر ياخد الجلوكوز ده كمصدر للغذاء بتاعه او كمصدر للنمو بتاعه. تاني حاجة بيحتاج الاورجانيك والان اورجانيك نيتروجين سورس علشان يصنع بروتين، دي سهلة جدا، تمام. النقطة الثالثة بيحتاج مينرالز زي الصوديوم والكبريت والفوسفورس والمنجنيز. في فطريات كتيرة بقى بتقدر تصنع فيتامين، مش كل الفطريات بس أغلبها. الفيتامينز مهمة، طيب هي مش مهمة قوي للنمو لكن مهمة جدا في عملية الريبرودكشن، تمام. ممكن الفطرة ما يستغلش الفيتامين في النمو لكن يستغلها في الريبرودكشن. النقطة اللي هتكلم عليها بعد كده هي التمبريتشر أو درجة الحرارة. برضو هنا في سؤال مهم هسأله،
هل احنا كبشر بنحب الشتاء والبرد والمطر والكلام ده؟ طب هل كلنا بنحب الصيف والأجواء بتاعته؟ أكيد لا، في مننا بشر بيفضلوا فصل معين وبشر تاني بيختلفوا معاهم وهكذا. كذلك الفطريات برضو بتتقسم على حسب الـ requirement بتاعتها لدرجة الحرارة. بتتقسم لثلاثة جروبس أساسية، في منها ميزوفيل وفي سيكروفيل وثيرموفيل. بيكون في سب جروب تحت الجروب الأساسية دي، لكن دول الأساس عندنا دلوقتي. الميزوفيل بتكون فطريات بتنمو فيها درجة حرارة متوسطة، زي درجة الحرارة اللي احنا عايشين فيها دي، درجة حرارة الغرفة بتاعتنا، اللي هي بتكون تقريبا من 27 ل 30 درجة سيلسيوس. الجروب التانية اللي هي السيكروفيل، اللي هي درجة حرارة منخفضة، بتكون تحت ال 15 درجة سيلسيوس. الجروب الأخيرة اللي هي الثيرموفيل، درجة حرارة عالية جدا بتكون فوق ال 45 درجة سيلسيوس. بعد كده هتكلم عن البي اتش. الفانجاي بتحب الأسيد ميديا عامة، تمام، اللي هي بي اتش أقل من الستة. احنا عارفين طبعا ان البي اتش الرينج بتاعها من 1 لـ 14. السبعة ده بيكون نيوتروفيلز، وتحت السبعة بتكون أسيدوفيل حامضية يعني، وفوق السبعة بتكون الكالوفيل. فأنا عندي الفانجاي بتحب الأسيد ميديا الحامضية، لكن البكتيريا بتحب الألكال الألكالاين أو الألكالوفيلز يعني، تمام. بعد كده هتكلم عن الأكسجين. الفطريات بتتقسم على حسب احتياجها للأكسجين أو عدم احتياجها. يعني لو الفطر ده بينمو في وجود الأكسجين يبقى بنسميه ايروبيك، الكائن ده ايروبيك. لكن لو بينمو في عدم وجود أي هواء يبقى بنسميه انيروبيك، تمام. النقطة الأخيرة اللي هتكلم عنها في الجروث هي اللايت. هل الفطريات بتحب اللايت؟ هتحتاجه أصلا؟ أكيد لا. ليه؟ لأن أنا قلت من شوية إن الفطريات ما عندهاش كلوروفيل، وبالتالي هي مش هتحتاجه في النمو أصلا، تمام. لكن ضروري في عملية السبوريوليشن. السبوريوليشن دي معناها إن الفطر يكون لي جراثيم ويحصل انفجار للحويصلة الجرثومية بتاعتي، تمام. وده بيكون في بعض أنواع الفطريات، مش كلها برضو. دلوقتي هتكلم عن كاركتر جديدة وهي السوماتيك ستراكشر. الفطر بتاعي قلت ان هو بيتكون من خيوط اللي هي الفيلمنت. الفيلمنت دي بنسميها هايف، كل الفيلمنت كده جنب بعضها بنسميها هايف. هايف معناها ويب، او يعني هي شبه الويب كده، شبه الشبكة مع بعضها. الخيوط دي بقى بيحصل لها برانشينج في كل الاتجاهات، والفطر يقدر يستفيد بيها ان هو يحصل على الفود بتاعه، تمام. طيب الهايفي او الويب دي عاملة ازاي؟ بتكون ثين، رقيقة جدا، وبتكون ترانسبيرنت، شفافة، وبتكون في شكل انبوبة كده، انبوبية الشكل، وبتكون مبطنة او ممتلئة بطبقة من البروتوبلازم، وبتختلف في السمك. طيب الهايفي بتكون متقسمة عن طريق حاجة اسمها سبتة، تمام. عندي دي الهايفي بتاعتي اهي، وده السبتم بتاعي اللي بيقسمها، ده اسمه سبتم، تمام. الهايفي قلت ان هي متقسمة عن طريق حاجة اسمها سبتم. طيب على حسب وجود السبتم ده او عدم وجوده بنقسم الهايفي لحاجتين. الهايفي ممكن تكون سبتيتد او نون سبتيتد. سبتيتد لو هي متقسمة هيبقى انا عندي نواة في كل خلية، هنا نواة يعني يوني نيوكليتد. ولو نون سبتيتد زي هنا كده، الأنوية عندي بتكون سكاترد، متوزعة بطريقة عشوائية في السيتوبلازم، لذلك بنسميها سينوسيتك هايفي. يعني لما مثلا في تعريف يقابلنا ويقول لنا يعني ايه سينوسيتك هايفي، لازم نكون عارفينها. سينوسيتك هايفي معناه ان هايفا بتكون نون سيبتيتد، مش متقسمة، والأنوية بتكون متوزعة فيها بطريقة عشوائية، وبتكون مالتي نيوكليتد مش يوني. يعني هي علشان كلها بتبقى واحدة والأنوية متوزعة فيها كتيرة فبنسميها مالتي نيوكليتد. دلوقتي بقى هتكلم عن كاركتر جديدة وهي الكيميكال كومبوزيشن، يعني التركيب الكيميائي أو التكوين الكيميائي بتاعي اللي موجود في السيل وول. أنا قلت من شوية إن السيل وول بيكون محاط بالسوماتيك ستراكشر بتاعتي، تمام. طيب السيل وول ده
يعني تكوينه أكيد مش واحد في كل الفطريات، تمام؟ عندي ممكن يتقسم، ممكن في فطريات بتحتوي على سيليلوز في السيلول بتاعها، وفي فطريات بتحتوي على كايتين، تمام؟ لكن الكايتين بيكون موجود في الهاير بلانت. تاني بسرعة كده، السيل وول اللي موجود في الفطريات تكوينه مش واحد، يا إما بيحتوي على سيليلوز يا إما بيحتوي على كايتين. الكايتين بيكون موجود في الهاير بلانت أو الهاير فورم، مش هاير بلانت بقى، لأن أنا دلوقتي بتكلم عن فطريات فانجاي مش بتكلم عن بلانت، فهي بتكون موجودة في الهاير فورم بتاعت الفطريات. الكاركتر اللي بعد كده هي المايسيليوم اند واي اوف نوريشمنت. باختصار هقول تعريف للمايسيليوم. انا قلت من شوية ان شوية فيلمنت لما بيتكونوا مع بعض في الفطر بنسميها هايفي. طيب الماس اوف هايفي بقى، كتلة من الهايفي، بنسميها ايه؟ بنسميها مايسيليوم. يعني اي كتلة من الهايفي بنسميها مايسيليوم. عندي بقى الانتر سيلولار هايفي في بعض الفنجاي، خاصة في الاوبليجيت بارازايت اوف بلانت، يعني الفنجاي اللي بتكون اوبليجيت يعني بتعيش عيشة تطفلية إجبارية على البلانت. الانتر سيلولار هايفي بتاعت الفنجاي دي بتحصل على غذائها ازاي؟ بتحصل على الغذاء بتاعها من خلال حاجة اسمها هستوريا. الهستوريا دي تعريفها ايه؟ ان هي بتكون اوت جروث من السوماتيك هايفي. الهستوريا هي اوت جروث من السوماتيك هايفي. طيب الهستوريا دي ممكن نقول انها، نديها حاجة كده او ترم خاص بيها بنسميها specialized absorbing organ. specialized absorbing organ يعني هي حاجة كده متخصصة ان هي تعمل امتصاص للغذاء او اي حاجة مهمة للفطر، الفطر يقدر يستفيد بيها في النمو بتاعه. على حسب شكلها بقى بقدر ان انا اقسمها لكذا نوع، يا اما تكون elongated او knob shape او branched. elongated هنلاقي ان هي الهستوريا بتمتد كده داخل الكائن بالطول زي ما احنا شايفين كده. نوب شيب بتكون واخدة الشكل ده، والبرانشيت بتكون متفرعة بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. اخر حاجة بقى هتكلم عنها النهاردة وهي الاورجانيزد فانجل تيشو، او بنسميها بليكتين كايم. قلت لكم من شوية ممكن الترم ده او المصطلح ده يكون جديد عليكم، وهنعرفه شوية كده واوجه معاده. اثناء اللايف سايكل بتاعه الفنجاي بيحصل تميز للمايسيليوم. انا من شويه قلت يعني ايه مايسيليوم، وقلت انها بتكون ماس من الهايفي. لما بيحصل لها اورجانيزيشن او تميز للمايسيليوم دي اثناء اللايف سايكل بتاعه الفنجاي بتاخد شكلين، يا اما تكون لوزلي زي كده او كومباكتلي، يا اما تكون مضغوطه او تكون بالشكل ده. لذلك كل الاورجانيزد فانجل تيشو بنقول عليها بليكتين كايمه. اي فانجل تيشو حصل لها اورجانيزيشن او تميز اثناء اللايف سايكل بتاع الفطر بنسميها بليكتين كايمه. اظن كده الترم ده واضح تعريفه. عندي بقى نوعين من انواع البليكتين كايمه، بتكون يا اما بروزين كايمه او سودوبارين كايمه. البروزين كايمة زي ما احنا شايفين كده الهايفي بتاعتي بتكون less or more parallel، يعني اقل او اكثر، يعني بتكون في توازي فيها بس مش توازي بالظبط، يعني مثلا مش خط واقف كده وخط واقف جنبه كده، لا بيكون اقل انتظاما شوية او اقل توازي. اقدر اميز الخلايا بتاعتي عن بعضها بكل سهولة، يعني انا عارفة اعرف اميز دي عن دي عن دي وهكذا، تمام. النوع الثاني بيكون سودوبارينكايما. سودوبارينكايما دي بتكون كومباكت او بنسميها ايه، بنقول عليها باكد، بتكون مضغوطه، بتكون less or more isodiametric، يعني هنلاقي ان هي الاقطار بتاعتها يعني شبه قريبه من بعض، او يعني less or more، يعني مش هنلاقي القطر ده مثلا زي القطر ده، لا هنلاقي فيه اختلاف، وبتكون شبه البرينكايما سيل الموجودة في الهاير بلانت. يعني الخلايا البرانشيمية اللي بتكون موجودة في الهاير بلانت هي بتكون السودو برينكايما بتكون شبهها.
لذلك احنا بنقول عليها سودو بارينكايما، يعني بارينكايما كاذبة، هي بتكون شبهها لكن هي مش مش خلايا برانشيمية. يعني هنا ما اقدرش اميز الهايفي عن بعضها. طيب انا عندي مثال، يعني عايز اعرف دي سودو بارينكايما بتكون موجودة فين، وعايز اعرف البروزينكايما ممكن الاقيها فين او اشوفها فين. عندي مثال عليها، عندي هنا البروزينكايما لو جبت الاستروما وفحصتها تحت الميكروسكوب هلاقي ان هي بتحتوي على بروزينكايما، لا هلاقي الخلايا دي بالظبط كده. ولو جيت فحصت السكليروشيوم تحت الميكروسكوب هلاقي برضو ان هو فيه خلايا كده سودو بارينكايما. يعني هنا ستروما، مثال ستروما لو جيت فحصتها هلاقي عليها بروزينكايما، هلاقي فيها بروزينكايما. وهنا السكليروشيوم لو جيت فحصته هلاقي فيه سودو بارينكايما. كده دي كانت أمثلة من السوماتيك ستراكشر اللي بتحتوي على البروزينكايما أو سودو بارينكايما. كده خلصت معاكم الجنرال كاركتر بتاعة الفنجاي ما فضلش بس غير الريبرودكشن سواء سيكشوالي او اسيكشوال، وان شاء الله ده هشرحه المره الجايه لان شرحه يطول شويه وما كانش ينفع ان انا اقوله في الفيديو ده. اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انه يراك تابع خطاك، بل تري ما تود أن تراه في الوجود، مدها يداك مدها يداك.